التحية تتجدد والانطلاق يتجدد شوط تلو الآخر، شوط ينطلق وشوط ينتهي بالإثارة والمنافسة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحظ نوفر للأسامي الذي لم يحالفها الحظ. انطلق من قبل لحظات قليلة شوطنا الثالث عشر المخصص للجعدان محليات آل صايل. على بركة الله وتوفيقه ننطلق مع البداية الأولى، ننطلق مع الصدارة والمركز الأول. تقدم ماروت خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي ينطلق ويطلق عنان ماروت، بينما المركز الثاني نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد الليزر. سعيد بن سهيل بن هاشر العامري ينطلق مع انطلاقة الليزر، بينما المركز الثالث نشوف من اللي قادم من اللي واصل. هنا مشاهدينا الكرام تقدم وبران محمد بن مطر بن حويرة بن منصوري، مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بهذا القدوم من طور الغيبات. يا بالغنام يا بن حويرب، يا بالغنايم يا بن حويرم، واليوم نبى نشوف، واليوم نبى نشوف الغنايم يا بن حويرب. ولكن شوف من اللي واصل، من اللي قادم، من اللي حاضر. هنا مشاهدينا الكرام تقدم الرياضي مع الوهيبية ناصر بن مخيت من مخيت بن سعيد الوهيبي، انطلق هنا مشاهدينا الكرام مع انطلاقة الرياضي. خامس المراكز، خامس التحديات، نشوف من اللي غادم. هنا مشاهدينا الكرام تقدم شاهين علي بن سعيد بن سالم الزرعي، انطلق ويطلق عنان شاهين. العودة مع البداية الأولى، العودة مع الصدارة والمركز الأول، مع الأسماء المتقدمة، مع الشعارات الحاضرة، الأسماء المنطلقة والطامحة بهذا الفوز والناموس. البداية وين؟ البداية وين؟ البداية مع ماروت، مع ماروت، مع البلوشي خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي ينطلق ويطلق عنان ماروت. ثانيا الليزر بدأ يهجم بها هجماته الشرسة. هنا مع البداية هو المركز الثاني سعيد بن سهيل بن هاشم العامري انطلق مع الليزر، بينما المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، الرياضي ناصر بن مخيت بن سعيد الوهيبي ينطلق ويطلق عنان الرياضي. دير بالك يا الوهيبي، التركيز مطلوب، التركيز مرغوب هنا في هذا الشوط، هنا في هذا المسار الجميل. رابعا نتابع، نشوف التقدم، الوصول هنا في هذه اللحظات من خلال تواجد مشاكل. مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بك يا بن نوبي عبد الله بن البحري بن نوبي العامري، عماري العامري، كما عودنا هذا الشعار بانطلاقاته بتحدياته بنواميسه المستمرة. هنا مشاهدينا الكرام نعود مع ماروت، نعود مع ابو سالم، نعود مع ابو سالم. ركز يا ابو سالم، ركز، ركز يا ابو سالم، ركز، التركيز مطلوب. نزل القامه شويه، نزل القامه شويه عشان التركيز يا اخوي، عشان التركيز يا اخوي. يا له من سيلين جارف، شوف الاسامي قادمه، شوف التحديات الواصله. الوهيبي قادم، بنوبي قادم، الجماعه قادمين، التحديات حاسمه. ماروت والعصا والابطان، ماروت والعصا والابطان، ماروت مع البلوشي راح بجماهيره، انطلق بجماهيره. الكيلو الاخير، الكيلو متر الخطير والمثير، كيلو السرعة والإثارة. بدينا بالعد التنازلي، بدينا بالعد التنازلي، الجماعة واصلين. المركز الثاني، هنا مشاكل، عبد الله بالبحري بالنوبية العامرية انطلق بالنوبية، سار بالنوبية على المركز الثاني. الوهيبي قادم مع شاهين أو الزرعية، علي بن سعيد بن سالم الزرعية، ولكن الليزر قادم مع العامرية، ولكن ماروت راح، ماروت راح. روح وانا اخوك روح، روح وانا اخوك روح، لحق على التيم على الأغلة، لحق على التيم على الأغلة. والناموس مستمر، والناموس
الموسم استمر. ماروت راح راح مع المقدمة الأولى مع الصدارة الأولى جولة الأوامر الأخيرة. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. نوعية جميلة نوعية جميلة نوعية فارعة نوعية فارقة من نوعها. سلالة محلية سلالة محلية. مشكور يا أبو سالم مشكور يا أبو سالم كما عودنا. ولكن بنوبي غادم بنوبي غادم بنوبي غادم هنا مع انطلاقة مشاكل وانطلاقة مشاكل. يبي يسوي مشاكل ولكن وين ماروت ولا مشاكل ماروت ولا مشاكل. الله الله على هذا الإبداع الله على هذا الإمتاع. ما بين بنوبي ما بين ماروت. الله عليك يا مشاكل ما بين. الله 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 على هذا الفوز والانتصار الكبير. ما بين هالشعارات ما بين ماروت ما بين مشاكل ما بين العامري ولا البلوشي نشوفه وناخذه من أعضاء خط النهاية هنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. هنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء ما بين مشاكل وما بين ماروت نشوفه هنا مشاهدينا الكرام من أعضاء خط النهاية بعد لحظات قليلة. لحظات قليلة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء ما بين ماروت أو مشاكل لكي نعطيك الحق حقه هنا مشاهدينا الكرام ما بين الأسماء والفوت فنش القادم هنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء هنا مشاهدينا الكرام. نعم بالفعل بالنوبي العامري هو المنتصر بهذا الفوز والناموس. تهانينا والناموس لمشاكل عبد الله البحري بالنوبي العامري. المركز الثاني ماروت خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي. المركز الثالث مشاهدينا الكرام تقدم شاهين علي بن سعيد بن سالم الزرعي. المركز الرابع هنا وحامل الليزر سعيد بن سهيل بن هاشم العامري. التوقيت الزمني المصاحب والمرافق لهذه الانطلاقة 6:46 ثانية بالوفاء والتمام والكمال.